النسبة بتاع 33% تعبئة سدود تعتبر ديما نحن ما زلنا تحت عوامل الشح المائي في تونس. المواطن عنده أقل من 400 متر مكعب في العام وهذا كمية ضئيلة جدا. نحن فتنا الفقر المائي 33% من امتلاء السدود دون احتساب كمية الوحل الموجود اللي باش يخلينا نجم نقول أن النسبة الحقيقية للمياه المخزنة بالسدود ما تفوتش 20 إلى 22%، معناها المياه القابلة للاستعمال. طبعا الكمية هذه تنجم تخلينا نمشي إلى طيف بأخف الأضرار، لكن هذا مع الكبس مع مواصلة تطبيق القطع الدوري، نظام القطع الدوري، مع تحديد الكميات اللي تمشي إلى الفلاحة اللي باش يكون عندها تأثير على مستوى الإنتاج الفلاحي. نأمل أن العوامل المناخية تتحسن في المستقبل وتجي أمطار أخرى. أنا نتصور أنه إذا كان نوصل ل 40 45% من نسبة امتلاء السدود ويوقع التغذية نتاع السدود 200 250 إلى 300 مليون من هنا إلى أواخر فصل الربيع، نجم نقولوا على الأقل أمننا الحد الأدنى. ولكن الإشكالية راهي إشكالية هيكلية ما عادش مربوطة برقة في المطر، وذاك علاش الحلول يلزمها تفوت انتظار الأمطار والسدود إلى حلول أكثر جذرية وأكثر راديكالية من خلال تنويع مصادر المياه سواء كانت تقليدية أو المياه الغير تقليدية، ولعل تحلية مياه البحر، إعادة استعمال المياه المعالجة، إعادة النظر في جملة من المسائل وخاصة من خريطة الإنتاج الفلاحي. هذا الكل يخلينا على الأقل في الخمسة والعشر سنين الجاية نجم نخلق توازن مائي معناها مقبول.